أسعد الله مساكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أعزائنا المشاهدين حييكم من قناتكم قناة التراث والموروث الأصيل، بينونا مع حلقة جديدة من برنامجكم ميلسنا، هذا البرنامج التراثي الثقافي اللي يرصد لكم أهم وأكثر الأشياء المميزة في مهرجان الظفرة، هذا المهرجان الذي يحتوي على 16 فعالية مميزة خدمة لموروثنا الأصيل وموروثنا التراثي وعراقة وأصالة مستمرة دائما وأبدا من مهرجان الظفرة. نحن نشكر معازيفنا وشيوخنا وحكومتنا الرشيدة على كل ما يقدمونه لدعم هذا الموروث، أشواط استثنائية، أجواء وتنافس وحماس. مجلسنا فيه الكثير من الضيوف، فيه محلين، فيه المرشحين، فيه المميزين أصحاب النواميس، فيه أيضا الترشيح، وهذه الفقرة المميزة اللي دائما تكون معانا، فيه الشعراء وما ينثرون من إبداع. تحياتي لك يا عبد الله ومسي عليك بكل خير. تحياتي لك يا حسين، وأيضا تحياتي للمتابعين قناة بينونة وهذا البرنامج المميز. نحييكم من مهرجان الظفرة الذي يعد الحدث السنوي لتحقيق النواميس والجوائز والكرنفال التراثي الشامل الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية على صعيد السياحة والتراث أيضا، ونلاحظ ذلك من خلال عشرات الوفود الأجنبية التي تحرص سنويا على زيارة المهرجان والتعرف على من قرب أيضا على كافة مفردات تراثنا الذي نفخر به، وخاصة موروثنا من الإبل اللي تشكل الفعالية الأهم في مهرجان الظفرة منذ انطلاقته يا حسين. أكيد يا أخوي عبد الله. مشاهدينا الكرام، تأخذنا دائما كاميرا بينونة في كل يوم في جولة جديدة لنرصد فيها أجمل الفعاليات واللقطات في هذا المهرجان المميز. بنتابع معا هذه اللقطات، وخلوا عيونكم على قناتكم. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، وينظم نادي أبو ظبي للصقارين على هامش فعاليات مهرجان الظفرة في موسم 2017 مسابقة الصيد بالصقور في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة من 20 إلى 23 ديسمبر، حيث ينظم النادي 6 أشواط لمسابقة التلواح، 4 أشواط منها خاصة لفئة الفروخ وشوطين مخصصة لفئة القرناص، حيث يشارك في هذه المسابقة تقريبا 538 صقار من فئتي الفروخ والقرانيس عامة. نرحب بداية بالصقار وأحد أهم الناس ايضا المالكين لهذه الطيور ومشاركين دائما، ودائما مميز في مشاركاته، خلفان شافي المنصوري. مرحبا ومسهلا يا خلفان. مرحبا ولا هان، الله يسلمك يا ابو ويسلمك ان شاء الله، ومرحبا بك في استديو ميلاس. ايضا انا بستغل الفرصه ان نرحب بويلكم دافيدا تو اور بينونه شانل ان اور شو مجلسنا. مرحبا موست ويلكم. ويلكم طبعا مشاهدينا. دافيدا هو الشخص التقني المسؤول عن هذا السيستم وهذا النظام واختيار المشاركين. طبعا حقيقة هذا بس نوضح لكم مشاهدينا، لأن القرعة بتكون بأولوية الناس المشاركين من أول من ثاني من ثالث، ما شاء الله 538 مشاركة، فيحبون يسوون قرعة، فبينونا جزاهم الله خير قالوا بنحطها المصداقية عشان المشاهدين يشوفون القرعة بتكون على الهواء. أكيد بيض الله ويوهم، بيض الله ويوهم. نرحب أيضا اللي اختاره، نرحب بعابد بن عيسى الفلاحي أحد أهم الملاك أيضا. مرحبا ومسهلا يا أبو عيسى، يرحبك على فضلك، نورت استديو ميلسنا. أبو عيسى لما ناخذ منه معلومات اليوم بنستفيد من الخبرة اللي عنده. مرحبا ومسهلا. نذكركم مشاهدينا الكرام تقدرون تتواصلون معنا عبر هاشتاج ميلسنا في الظفرة، وأيضا تقدرون تتواصلون معنا عبر اللينك اللي بيطلع لكم إن شاء الله على الشاشة من خلال قناة اليوتيوب
حياكم الله ونورتونا أيضا في مشاهدتكم في برنامج جميل أسنان. خلفان، مهرجان الظفرة مميز بكل ما يقدمه من فعاليات. نعم. وانتم من الناس المهتمين في هذه الفعاليات، وانتم من اهالي المنطقه تفرحون دائما بهذه الشارات ان كانت محطوطه. والله يطول عمار الحكومه الرشيده على الدعم. امين. شو تشوفون هذا المهرجان سنه بعد سنه؟ هذا نحن ننتظر كل سنه. نعم. على 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 شواقه يعني. نعم. خاصه كمشاركين وصقارين، كل ما يبدا موسم نتشفق حل المشاركة يعني، خاصة حق المشاركات اللي جدولها معروفة كل سنة. بيض الله ويوها شيوخنا وما قصروا، واللجنة المنظمة النادي بيض الله ويوهم، المشاركات والنظام والترتيب كل سنة الله يبارك أبرك. خلفان، نحن أكيد دامك قلت المشاركات والتنظيم، اللي نشكر نادي صقارين أبوظبي أيضا، ونشكر اللجنة المنظمة على هذا الدعم. نعم. بنبتدي معاكم القرعة اللي مثل ما خبركم حسين عنها، أسماء المشاركين. بنبتدي معاكم أظني في فئة الجير شاهين. دبي. نعم، جير دبي شاهين. دبي ريدي. أنا طبعا أقول جاهز. هاي. نعم. ريدي. Let's go start. بنبدأ طبعا القرعة. بنخلي خلفان، شو رأيكم داما من المشاركين نخلي خلفان يبتدي. جزاك الله خير. بيحضر لها المشاركة. أول يوم جير شاهين فرح. نعم. وهذه قرعة الجير شاهين الفرح. هذه الأسماء مثل ما تشوفون. نعم. بسم الله. نعم. سمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القرعة مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام. طبعا ما شاء الله. مباشرة. عبد الله، ترى نحن رابطين الكمبيوتر مباشرة بالشاشة. نعم. رابطينه بالشاشة، فبتشوفون القرعة لايف مباشرة بالأسماء. هذه الأسماء. بيض الله ويوهم. هذا طبعا هذه للشفافيه طبعا حسين. نعم. ونقول للمشاهدين ايضا. نعم. هذه بعد القرعه خلاص. هذه بعد القرعه. نعم. هذه الاسماء بعد القرعه نزلت بالترتيب من الاول يلين العاشر، علشان ما حد يقول لا انا ليش ما خليته طيري وليش. فهذه القرعه على الهواء مباشره. نحن نشكر قناه بينونة ايضا على تعاونها مع نادي صقارين بوظبي وعلى مع الصقار وايضا اللجنه المنظمه. هذا فئه الجيل شاهين. فئه الجيل شاهين فروخ. اي نعم. كم مشارك؟ 36 اظن المخرج خبرنا. الافرج تقريبا 36 مشارك. هم اللي شفنا على 86 اسم شفناه في القرعه. اوكي، ننتقل اللي بعده. جير تبع فرخ. طبعا 6 أشواط. نحن نشكر اللجنه المنظمه، نشكر القياده الرشيده على الدعم اللامحدود. نعم. اللي احضابه هذا القسم من تراثنا، تراث الاباء والاجداد، والاهتمام ايضا من الصقارين. امين. عبد الله، هذا القرعه للشوط الثاني. نعم. هذا الشوط الثاني. ناكد عليه الشوط الثاني. تبع. جير تبع. جير تبع. نعم. يلا بسم الله. بسم الله نشوف. هذه قرعه الجير تبع خلصت اظني. الحين بيطلع لنا الاسماء. نعم. هذه الاسماء. نعم. How many 108 names. 108 180 قالها بالعربي. 180. شكرا. Thank you ديفيدا. بيض الله وجهك. 100. جير تبع فرخ. اوكي. جير فرخ. هذه الشفافية. نعم. We'll take the إن شاء الله. أبو خلفان. أبو خلفان. خلفان بس بنتريش شوي. بناخذ عابد. نلطف شوي أجواء. شو رأيك في أجواء المسابقة، مسابقة الصقور؟ اليوم مهرجان الظفرة يحظى بدعم في كل نواحي التراث. الله، أجواء المسابقة الصراحة لا يعلى عليها. وأنت من العرب الصقارين أيضا مشاركين دائما. شو تقول بعيسى في هالمهرجان مثل ما قال عبد الله؟ شو انطباعكم السنة؟ الصراحة المهرجان ما يعلى عليه. كل شيء محطوط عندنا. مزاينة البوش، الركض موجود. هواية الطير بالصقور، التلواح موجود، كل شيء موجود. حط ما خلوا شيء محطوط. السلوقي. السلوقي موجود. العربي الأصيل ما خلوا شيء. طبخ. كل شيء موجود. مسرح، تراث، كله متواجد. شيء. نعم. كل شيء. القصيد ما عاد خلوا شيء محطوط ما شاء الله. الله يطول عمره. كله بهوايته. كله بهوايته حطوه. حتى الرماية بعد. الرماية وهذه الإضافة. الرماية حطوها. قدمت المؤتمر الصحفي هذه الإضافة الجديدة السنة. الإضافة الجديدة اللي حطوها الرماية بعد. تزامنا مع نادي الظفرة. نوجه لهم تحية. نحن نوجه لهم تحية ونوجه أيضا للجنة على اللفتة هذه المميزة. ما قصروا. ننتقل للشوط الثالث.
خلفان جير بيور فرخ. جير بيور فرخ اليوم الاسماء. اليوم الثاني. اليوم الثاني نعم. اول شوط جير بيور فرخ. جير بيور فرخ نعم. يلا بسم الله. طبعا عبد الله نوضح للمشاهدين. تفضل اكبس تفضل. طبعا الحين الكمبيوتر يخلط الاسماء كلها على اساس يبدا يختار عشوائيا. خلص ان شاء الله العلم يتطور يا عبد الله. نعم وهذا القرعه مميزه صراحه علشان للشفافيه للمشاركين. كان كيف بليز سكندز بيكوز وانا سي ان تي في 77 اسم يا عبد الله. كان يو سكرول داون تو سي ذا اول نيمز بليز. شوفوا شوفوا مشاهدينا شوفون هذا بس عشان التوضيح. ثانك يو سو ماتش دبي. ثانك يو. نيكست اللي بعده شو بيكون خلفان؟ جير قرموشه فرخ. جير قرموشه فرخ الشوط الثاني في نفس اليوم. نعم. نفس يوم الشوط الثاني من ثاني يوم المسابقه. نفس اليوم. في نفس اليوم هي ثاني يوم مسابقه. ثاني يوم مسابقه هذا الشوط الثاني من ثاني يوم. نعم. يلا بسم الله. قرموشه فرخ. قرموشه فرخ خلط عشوائي للاسماء علشان تكون الشفافيه والكمبيوتر اختار الاسماء منو بيحضر طير اول واحد واللي بعده ومثل ما تشوفوا الاسماء ظاهره معاكم على الشاشه. سيم اولسو كان يو سكرول داون يا بليز. 84 اسم. 84 اسم مشارك. نعم 84 اسم مشارك ايضا في جير قرموشه عبد الله بيور قرموشه عفوا فرخ. عبد الله 538 مشارك. هذا الرقم نبغى نتعلق عليه عقب يعني. أكيد. ما شاء الله الرقم كبير يعني 538 طير وصقار هني وصل مدينة زايدة مرحبا بهم في ذمتي. مرحبا مرحبا والله مسهلا. نكست نكست ذا لاست دي اخر يوم مشاركات جير القرانيس. طبعا هي نعم القرانيس مكس الجير شاهين القرناس مع الجير تبع. نعم شوط شوط, شوط واحد مكس. نعم والشوط اللي بعده في نفس اليوم القراميش والبيورات. هي نعم القرانيس. نعم القرانيس. والحين شو بتكون قرعة عبد الله؟ الحين بتكون جير شاهين والتبع. نعم القرنص. ستارت بسم الله. بسم الله ويبنى واحد من الصقارين خلفان شافي المنصوري علشان تكون ايضا يوضح لنا عن هذه المشاركه بما ان من الناس من اهالي المنطقه ومن المهتمين ايضا في هذه المسابقه مثل ما تشوفون هذه yes. المسابقه جو دانس 127. هي نعم 127 هذا المكس الخلط المكس الجير شاهين والجير تبع. صح قرانيس طبعا. الله يعينكم. هذا اليوم الاخير اخر يوم هذا. الله يعينك. ها اقول الله يعين لجنه اللجنه والله يعين المنظمين صراحه يشكرون هذه الوالد الصقارين على الارقام الكبيره. شكر خاص والله لهم على التنظيم وعلى يستاهل. ناخذ اخر شوط وعقب ان شاء الله بنحط سبوت لايت على المجهود الكبير يسوي نادي ابو ظبي للصقارين. ذا لاست نكست. هذا اخر شوط اللي هو للقراميش والبيورات. نحن نتمنى التوفيق لكل المشاركين ونشكر ايضا اللجنه المنظمه لهذه المسابقه ونشكر لجنه اداره المهرجانات على تنظيمهم هذه المسابقه ونادي صقارين ابو ظبي ايضا. وعبد الله نحن في مجلسنا نغطي كل الفعاليات. كل الفعاليات بتغطيه خاصه جدا لهذه المسابقه في 3 ايام ان شاء الله. اكيد يا حسين. هذا المجهود نحن يمكن نطلع من المجهود هذا 5%. شيء بسيط. نعم, نعم شيء بسيط من الجهود اللي يبذلون هاللجان المنظمة. هذا آخر شوط عبد الله؟ نعم آخر شوط. أوكي كان نسيت أنت داون؟ كم اسم؟ 56 اسم في فئة البيور جير وبيور قرموشة القرانيس. نتمنى لهم التوفيق كلهم. آمين. بيض الله ويوهكم. وهذه الأسماء وهذه القرعة اقتراح من اللجنة المنظمة تكون لايف على الهواء عبر قناتكم بينونة الشريك الإعلامي لمهرجان الظفرة. خلنا نشكر دبيدة. Thank you so much دبيدة. Thanks. ما شاء الله هو التقني المتخصص في هذا البرنامج. نعم. ومؤدين الشغل حلو. قبل لا نبدأ نرجع لأبو عيسى أبغى أقول كلمة على الهواء مشاهدينا. شراكة مميزة ما بين نادي أبو ظبي للصقارين وبين مهرجان الظفرة شراكة فعلا مميزة لأن يقدمون مجهود كبير وتعاون كبير ودعم كبير أيضا في تغطية هذه البطولة وفي تنظيمها. نقول لكم شكرا نادي أبو ظبي للصقارين وشكرا من أعماق قلوبنا وإن شاء الله راح تأخذون التغطية لتنومسكم في قناة بينونة إن شاء الله في 3 أيام. يستاهلون. أبو عيسى. نعم. أولا أنت من الأشخاص المهتمين في التراث بشكل عام. صحيح. وحضرت أيضا في مزايا الظفرة وشاركت وكان عندك أظني المركز السابع والتاسع. صحيح. فهالمشاركة بحد ذاته ناموس. نعم صحيح. شو تقول عن هذه المشاركة؟ والله مشاركة طيبة يا عبد الله. ومهرجان الظفرة ما شاء الله ما عاد خلوا شيء ما حطوه من الشيطان. نعم. افتحوا المجال حق جميع المشاركين
الفحل وانتاجه، لم يسبق له المشاركه، اشواط فرديه، اشواط محليه، اشواط تشجيعيه، ما حد خلوا شيء ما حطوا، بيض الله وجهه اللجنه المنظمه اللي قايمين على شو تشوف اليه دخول الحلال؟ اليه دخول يعني تسهيلها للمشاركه، اليه دخول الحلال افضل اليه حطوها السنه، احسن اليه اللي هي اليه المبيت. نعم افضل اليه نحن ارتحنا وهو ارتاحوا. على طاري المبيت قبل ما نختم، كل المتسابقين اللي وصلوا هني واصحاب النواميس واراء الناس اللي يشوفها الملاك ايضا خلف الشاشه، مش يعني مش في توقيت مجلسنا، حتى اللي نلاقيهم مستانسين على هذه الخبر. هذا افضل شيء حطوه. نعم شو تقول شيء. كنا نتكلم قبل الهوى عن الفحول. الفحول اللي هي متواجده عندنا هني في مدينه نعم. الزايد الظفره بعير محمد بن زايد المنصور اللي هو مزعل. نعم. هو انجازاته جيده السنه هذه والعام. جاب حشوان وثبتا، والبعير ما شاء الله عليه ما في كلام انتاجه ما شاء الله. الزمول كلنا وبيض الله وجهه محمد بن زايد اللي خذه مليونين وحطه سبيل حق الناس يمرحونه، بيض الله وجهه. نعم. ما يستغرب من اهالي المنطقه ومن نعم. كل ملاك البن اللي حضروا الزمول. ناموس بعد على فوز مقنعه اليوم يستاهل يعلى ناموس دايم. ولا ننسى بعد يا عبد الله العزبه الذهبيه يستاهل، اللي هي عزبه ساري بن بلوش المزروعي، فيها زمول اثنين توهم ظهرات على الساحه اللي هو شيعان ومعيران. الله يوفقهم. هذا اول انتاج لهن وما شاء الله عليهن ما فيهن كلام. نحن نختم كلامك بتوجيه شكر لكل اصحاب العزب اللي يفتحون المجال. بيض الله ويهم، نشكرهم على الهواء مباشره، والشكر لك ايضا على حضورك وتلبيه الدعوه. مشكور يا ابو عيسى، مشكور. شكرا خلفان شافي المنصوري، بيض الله وجهك، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في منافستكم غدا ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش. طبعا مشاهدينا خلونا نتابع هذا التقرير عن فعاليات اليوم السادس من مهرجان الظفره، ومن بعدها بنعود لاستكمال فقرات برنامجنا. خلوا عيونكم على برنامجكم. ضمن أجواء تراثية ما زالت تخيم على تلال الظفرة الشامخة بتاريخها الأصيل، ووسط تفاؤل وحماس كبيرين بالفوز وتحقيق الناموس، ومع خيوط الفجر الأولى لهذا اليوم توجه رواد الأصالة وعشاق التراث باتجاه ميدان الظفرة، وهم يدفعون بأجمل من يملكون من الإبل الأصايل والمجاهيم سن الإذاع للمشاركة في جولة جديدة من منافسات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة التراثي، حيث لا تزال الإبل تسيطر على المشهد التراثي للمهرجان في دورته الحادية عشرة. كل الحلال قوي، الظفرة في هذا اللي حاضر حلال قوي، سواء اللي من العاشرة ولا حتى اللي ظهر حلال كله قوي، أسأل الله يوفق الجميع إن شاء الله. أثق تماما يعني ما حد يجي في هالساحة إلا مستعد، وبقى التوفيق عند رب العالمين. في أي شوط ندخل؟ في شوط تميز الثلاث ثنايا. ومع ارتفاع أعداد الإبل المشاركة وما تميزت به من جمال ودلالة، لم تكن عملية التحكيم مهمة سهلة، حيث انتقل أعضاء اللجان من شبك إلى آخر وقاموا بجولات عديدة وبذلوا جهود كبيرة لاختيار الأكثر جمالاً من الإبل ضمن المقاييس المعتمدة للجمال، لتمنح في نهاية الجولات أعلى درجاتها للمطايا الأكثر تميزاً واستحقاقاً للناموس. الإذاعة شرايا لأبناء القبائل العام. ومع اقتراب موعد إعلان النتائج امتلأت منصات الجمهور
في ميدان الظفرة بالمشجعين وعشاق التراث من كافة الشرائح والأعمار. وبعد أن علت الأصوات وساد الهرج المنصة، جاءت لحظة الحسم، لحظة إعلان النتائج والتتويج، لتعم الفرحة بعد ذلك المنصات وتتوجه الإبل الفائزة بالزعفران وتعود ضمن مسيرات كبيرة باتجاه العزب المنتشرة حول ميدان الظفرة، بعد أن حققت إنجازا ذهبيا ومنحت أغلى النواميس لملاكها وجمهورها. وفي الوقت الذي عاش فيه جمهور الإبل وعشاقها فرحة الانتصار، تواصلت في أروقة وأقسام المهرجان الأخرى العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية والثقافية، حيث شهدت فعاليات اليوم انطلاق مسابقة السلوك العربي التراثي، ومسابقة الطبخ الشعبي، ومسابقة الأزياء الشعبية، مسابقة الشعر والشلة، ومسابقة الرماية للكبار والناشئين. وجرت جميع هذه الأنشطة والمسابقات وسط أجواء تراثية مميزة وحضور جماهيري واسع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومتواصلين معاكم في ميلسنا وفقرة النواميس. بداية نرحب بضيوفنا في الاستديو، نبتدي من اليمين مبارك بن عبد الله بن كردوس العامري. مرحبا ومسهلا والناموس. تستاهل خير، والله يرحب بك على فضلك. يعلى ناموس دائم ان شاء الله، ومشكورين على هالمفاجأة المميزة. اكيد الترحيب يتواصل في عبد الله بن احمد المنصوري وكيل عزبة الامارات المملوكة لسيدي صاحب سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان مثل رئيس الدولة. يا مرحبا يا ابو احمد. البقى حياك الله. يا مرحبا يا ابو احمد، ويعلى ناموس دايم. اللهم امين. وهذه عوايد العزبه، عزبه الامارات. اللهم امين. نعم. الترحيب ايضا متواصل بفالح سعيد العرجاني وكيل الامير عبد الرحمن بن خالد ال سعود. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك، ارحب بك على فضلك. الناموس. ناموس الجميع، الله يطول عمرك. جزاك الله خير، الناموس الجمعه هاي الطيبه. ما يحتاج، الله يحييك، والله جمعه من الناموس، الله يطول الله يرحم والديك. احنا ناموس لك بعد وناموس الامير. وانتقل بالترحيب ايضا الناصر بن حمد المعولي. مرحبا يا ابو حمد. مرحبا يا ناصر، الله يحييك. ما شاء الله الحفوز غير كان اليوم بعد يا ناصر. الحمد لله، الناموس يستاهل. ترحيبنا يتواصل ايضا بحميد بن سعيد بن الشرف المحرمي، والناموس يا راعي وطن. تستحق خير وعافيه. يعني ناموس دايم. امين يا رب، طول عمرك. مرحبا ومسهلا، ونورت الاستديو. الحمد لله، جزاكم الله خير، منور من قبل. الله يطول عمرك. طول عمرك يا مرحبا. اكيد ونرحب ايضا بالاخ العزيز محمد مساعد، محمد ساعد المنصوري. يا مرحبا يا ابو مساعد. الله يسلمك، الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. ناموس يا ابو مساعد. الله يحرمك، الله يسلمك. يعني ناموس دايم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نبتدي بداية مع ضيوفنا ابو عبد الله. يا مرحبا يا مرحبا. شو سالفة المفاجأة السنة؟ مفاجأة، مفاجأة الشفاقة في شوط التميز والمركز الأول وأول مشاركة وذعه. الله يطول عمرك. بداية انتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة التي دائما تدعم هذا التراث الأصيل الذي نفتخر ونتباهى، ويعني هذا تراث يدل على أصالتنا ويدل على مبادئنا الأصيلة، وتراث عريق جدا. واليوم ناموس طبعا الكل يتمناه. نعم. بالنسبة للمفاجأة شوط التميز، لا يستهان بهذا الشوط. أكيد الكل طال عمرك محضر لاختطاف المركز الأول. أكيد. والكل طال عمرك، كل البكار لها سيرة ولهنا إنجازات ما شاء الله. نعم. واليوم طال عمرك شفنا شفاقة ما شاء الله زهت في الشوط وتميزت الحمد لله وحصلت على المركز الأول، أفرحت جماهيرها وفرحت أهلها. طبعا هذا الفوز ما نمتلكه نحن،
يمتلكون طال عمرك الجماهير اللي شفتوه من اليوم. نعم في جماهير الشفاق كل واحد يعبر عن شعوره من كبير ومن صغير، ونحن طال عمرك اليوم فرحتنا مربوطة بهالجماهير اللي اليوم يعني أنت يوم تفوز تحس طال عمرك أنك قدمت شيء للجمهور. صحيح الجمهور قاعد ينتظر وأنت طال عمرك سنة كاملة قاعد تعد العدة، فالحمد لله اليوم فوز وفرحة لا توصف. يعني فرحة دائمة إن شاء الله. أبو عبد الله أيضا حسين المميز في الشوط هذا أن الشفاق أول مرة تشارك. هذا أول مشاركة. أول مشاركة. تريد تقول المفاجأة. نعم مفاجأة الموسم مسماها مفاجأة الموسم. شفاقة أول مشاركة وفي شوط التميز، فأكيد ملاك الأبل بعد يعرفون هم مفاجأة يذعي يا أبو يا أبو أحمد. ويستاهلون يستاهلون على كردوس مميزين موروثين دائما في عالم موروث وفي كل مجال يدخلونه. مدامك وجهت الكلام أبو أحمد خلنا إنه مثله أول شيء فوز مكيدة. استاهل ما شاء الله يعني إنجاز طيب ومكيدة حققت كسبة الرهان اليوم. شو سلالته مكيدة؟ أبوها شاهين بعير الشيخ سلطان بن زايد، أمها مكيدة. ناقل له معروف ان كيده ما يحتاج امها مكيده اللي قد حضرت بعد المقاسات راعيه المنصات وراعيه المقاسات. نعم لان حطوا قياسات عليه اكبر مقاسات معروفه في مهرجان سلطان بن زايد. ابو احمد اليوم مهرجان الظفره هي نقطه فارقه، والشيخ سلطان دائما يحضر حلال مميز وعزبه الامارات، هذا ناموس الامارات بشكل عام ومسمينها عزبه. نعم فكيف تشوف المشاركة وكيف تشوف مهرجان الظفرة بقوانين الجديدة السنة؟ قبل المشاركة أول شيء اللمة هاي والجمعة مع ربعنا وجماعتنا اللي يعني تواجه معهم، هذا أكبر ناموس قبل كل شيء. والمشاركة في الأشواط خاصة على ما قال شوط التميز ولا شوط التلاد ولا شوط اللي هو اللي توقع الشوط التلاد إن كان التلاد. نعم هاي اللي يعني المشاركات كلها يعني الجميع يجهز لها. إذا الله وفقك بناموس وفزت مثل ناموس الجماعة عندهم ناقة فايزة في أقوى الأشواط. أول مرة تشارك بعد. أول مرة تشارك وعسى ناموس دايم إن شاء الله. استهلون معجزة السنة صراحة. ما شاء الله لقبين أطلق عليها معجزة السنة ومفاجأة الموسم. نعم مفاجأة الموسم لا المعجزة صراحة يعني اللي نعرفه نحن اللي نعرفه يمكن ملاك بالكلهم يعرفون. المطية اللي هي حاضرة في مهرجان الظفرة يعني هي مفروضة معروفة معروف، بس تدخل في شوط تميز وهي ذعة وتأخذه وأول مشاركة هذا شيء استاهلون الشكر عليه. ها هذا السن الصعب طيب يثبت وجوده. نعم السلام عليكم سعد. يدل على زاد يمكن يدل على مصراعيها ويدل على طال عمرك السعي وراء التميز. أنت طال عمرك التميز صعب، ولكن مثل ما قلت إذا كان عندك مطية معروفة نعم ما تستبعد انها تاخذ التميز لانها معروفه، ولكن مطيه طال عمرك مفاجاه ولا حد درابها. ها طال عمرك دائما صاحب الحلال يحب يفاجئ جمهوره. يا سلام احنا نقول نوعد جماهيرنا دائما والله يعيننا ان شاء الله على الوعد ونظهر بالظهور اللي يشرف. ابو كدوس ابو احمد كان يبغى يضيف جمله. نشكر لجنة التحكيم صراحة. لا لا متعمد أباك ترد تقولها لأن فعلا يعني هذا لجنة التحكيم يوم طلع لك بكرة لها أول مرة مشاركة. نعم ومشاركة في شوط مش عادي على ما قلت حسين وتاخذ المركز الأول والتميز تاخذ نسبة عالية، فهني لجنة التحكيم ما راحت على إنجازات السابقة. يا سلام من هي مفروضة وحقة ولقية ماخذ أربع مواتر ولا ثمان مواتر ولا عشر مواتر، راحت على الإنجاز وراحت على الزين وعلى النقاط وعلى الشيء اللي موجود في الشوط يعني. نعم. نشكر الصراحة نشكر لجنة التحكيم يعني يستاهلون الجهود الجبارة اللي يبذلونها اللجنة، نحن نشكرهم بأمانة كل الشكر. ننتقل لفالح سعيد العرجاني الناموس يا فالح والناموس الأمير يعلى ناموس دائم إن شاء الله. طول عمرك على كل حال. كان حاضر معنا اليوم هو؟ نعم سم الله حيك. كان حاضر سمو الأمير؟ الأمير خالد موجود. نعم حاضر كان في المنصة موجود. طيب. مرحبا به. مرحبا اهل السعوديه دائما نقول نحن قلبين في جسد. اكيد مرحبا احنا وياكم سوا ما يحتاج ما يحتاج اكيد. وعسى الله يطول اعمارهم اللي سووا المهرجان وجمعونا كلنا الامير والمواطن وكلنا سوا. اللهم لك الحمد. الانجاز هذا والاهداء وين تهديه؟ الله يطول عمرك سام الله يحييك. اقول الانجاز هذا وين تهديه؟ هديه طال عمرك دمر عسى الله يطول عمره ابونا كلنا الامير عبد الرحمن بن خالد الله يحفظه. وهديه الامير خالد وهديه لجمهور مدمره. استاهلون هي انجازاتها من العام ما هو بالسنه هذه. سلاله البكره العام ماخذ الاول في شوط اللقايه. نعم في شوط التلاد والسنه هذه اخذت الاول في شوط الرئيسي.
شرطة الشيوخ. شو سلالته؟ 98 درجة رقم مميز. سلالة عمرك على بعير المرر. المرر نعم. وهي بمعلة. اي نعم. نعم. وهي على خروفان. من سلالة خروفان. سلالة خروفان. اي نعم. مش شرية البكرة ولا تلال؟ شرية طال عمرك. يعني ناموس داي. طال عمرك من ابن العوف. بن العوف العامري. العامري نعم. يعلن ناموس دائم. نحن نومس للأمير خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود. الله يطول. والنومس لمحبين هذه العزبة. والنومس لأهل المملكة كلهم يستاهلون. يستاهلون. على هذا الإنجاز. انطباعك عن مهرجان الظهرة. والله انطباع لا يوصف. واللي تسمعه من الأمير يوم تركب وياه وتمشون هني وتجولون في المكان. والله تبي الصحيح. نعم صحيح. نترقب متى يجي السنة كاملة نترقب متى يجي بس. مرحبا. ولا هي بغريبة منكم ولا من الشيوخ. الله يطول عماركم. كل سنة أفضل. ما عليك زود. ما عليك زود ومرحبا بكم ونتشرب جيدكم. الله يشرف مقدارك. ننتقل للمعولي. المعولي عبد الله. نعم. المعولي في نقطة بقولها على الهواء. نعم. حفوز غير عادي يكون نعم. عنده. يومية حتى على المنصة ميت للتكريم مباشرة. حفوز غير عادي لأن إنجاز غير عادي. الناموس ما بسيط يا حسن. أنا أشهد. وناموس الظهرة غير. أشكرك. وذوقه غير الظهرة. أشكرك. يا أنا ناموس دائم إن شاء الله. لاحظت المساعد. لاحظ يا صوبي حتى يعرق زيادة لازم الناموس هو بسيط. الحفوز ناموس سنة كامل أخوي تريا لازم تحفز. يا سلام. أكيد يا سلام. أكيد سلالة البكرة. والله سلالة البكرة أبوها سراب بعير حسين بالشرف المحرمي. نعم. وأمه لك حيدية بعد عنده. نعم. والبكرة شرية من حسين بالشرف المحرم. شرية البكرة. نعم شرية. يعني ناموس العام الأول من شراي البكرة. السلامات وين تروح؟ السلامات والله تروح السلطنة وجمهور عزة والإمارات كافة بعد. نعم والله وين السلطنة. مرحبا يستاهلون. مرحبا بهال السلطنة. اليوم الجمعة اليوم الجمعة الخليجية اللي نشوفها من المملكة العربية السعودية وأيضا من سلطنة عمان وأهالي الكويت أيضا متنومسين اليوم. نضيف من الكويت. نعم. نعم. هذا عرس خليجي. عرس خليجي يدعونا البخار. نعم. مدام الكلمة عند مساعد قلت عرس خليجي واستلم الكلمة لك يا مساعد. شو تقول في هالمكتب؟ كلمة عندك رمس. والله عرس خليجي هذا الناس يجون كل دار يا أخوي. نعم. يرقبون السنة لين يجون حبايب ويجمعون كلهم قرايب وانساب جماعة. شو تقول في إنجاز البكرة اليوم الشوط؟ هو خط طبعا شوط الإذاعة ثلاثة أبناء القبائل. شوط في اسم مزعلة؟ نعم. مزعلة ما فيها رمز في شوطها. ما في كلام. ناري ناري. قلت أنا على الهواء نار نار. ناري قال قال حسين ترى. ورحيرها زيادة بعد ما نعم. قصر شوي هذا. بس كيف شفت التنظيم وكيف شفت السهوله في دخول الحلال ومبيته؟ والله كل شيء يعني مهرجان ما يعلى على اي شيء مره. كل يعني شيء مرتب دايم. كل شيء منظم دخول خروج. الله يفرح شيوخنا اللي فرحوكم. نعم الله يطول عمر شيوخنا كلهم. امين امين. الشيخ خليفه والشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره ابو خالد ما قصروا. والشيخ حمدان متابعه المستمره ايضا الله يطول عمره مثل حاكم الظفره. ومن كلامك يا ابو مساعد الطيب هذا بناخذ راي وطن. راعي وطن تذكر العام أنا يوم أذيع وطن. نعم. كانت منافسة أعتقد بينكم وبين بيننا وبين أنذار. نعم. وقلت وطن نعم يبقى نعم. شو قلت؟ وطن يبقى في الوطن. أشكرك. هذه الكلمة العيال كل حافظين عندنا. وطن. وطن يبقى في الوطن. نعم. يعني ناموس دايم. الله يطول عمرك. سلامات وين تروح يا بالشرف؟ والله طبعا أول شيء قيادتنا الحمد لله نحن في أمن وأمان هذا كله فضل الله وثم فضلهم. نحن في أمن وأمان ومهرجانات وخير والحمد لله والشكر. يعلى ناموس دايم. والثانية نهدي للوالد سعيد بن السيد بن الشرف المحرمي وجميع جمهور وطن وقبيلتنا بالذات. واليوم الحمد لله مثل ما شفتوا الجمهور من كل مكان. اللهم هذا فضل من الله. بنرجع لكم احنا مستمرين وياكم لكن في بقعة ضوء من قناة بينون الناقل رسمي بشكل عام لأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين. تدوير يعد مركز إدارة النفايات في إمارة أبوظبي تدوير اللي أنشأ عام 2008 الجهة الرائدة والمسؤولة عن مراقبة وتنسيق أنشطة إدارة النفايات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. طبعاً يعمل المركز على إطلاق برامج تهدف لتشجيع الممارسات السليمة وإعادة التدوير باستخدام ممارسات وتقنيات مبتكرة للحد من العادات السيئة لدى بعض الأفراد ورفع درجة الوعي عند الجمهور. طبعا رفع الوعي بيكون عنصر فاعل وفعال في الحفاظ على البيئه لتقليل التلوث والمخاطر وزياده الاثار الايجابيه على المجتمع والبيئه. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نستكمل مع اصحاب النواميس. يحرص مركز إدارة النفايات على أن يكون راعي وشريك استراتيجي في مهرجان الظفرة التراثي
وذلك لتوفير بيئة صحية وسليمة. مشاركتنا في هذا المهرجان كانت قبل وخلال وستكون بعد انتهاء هذا المهرجان من خلال توفير الخدمات المذكورة. خلال هذا المهرجان تم توفير ما يقارب 130 عامل ومشرف وسائقين لخدمة المهرجان، وكذلك توفير ما يقارب 30 آلية مختلفة الأحجام، وكذلك توفير 500 حاوية لخدمة التجميع من كل مناطق المهرجان وكذلك العزب الموجودة. نستغل هذه الفرصة من شرائح المجتمع في توعيتهم بأهداف المركز وكذلك المهام التي نقوم فيها والرسائل التي نتمنى أن توصل للجمهور بشكل سليم، ونتمنى من الجمهور زيارة الجناح المخصص للمركز للتعرف عن قرب عن كل ما نقدمه في مركزنا. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم ميلسنا ومع ضيوفنا المميزين أصحاب نواميس هذا اليوم المميز. رجعنا لكم ضيوفنا أبو عبد الله اليوم ناموسين، ناموس شفاقة وناموس الطايلة، نقول على ناموس دايم. تستاهل خير. كلمة أخيرة من قناة بينون وهذا المنبر الإعلامي اللي ينقل لكم كل الأحداث من ميلس. الكلمة الأخيرة طال عمرك هي عبارة عن كلمة شكر وتقدير وعرفان إلى هذا المهرجان والقائمين عليه، وشكر لمدير المهرجان، وشكر لسعادة فارس خلف المزروعي، وشكر للكادر كله وأيضا اللجنة التحكيم. ونسأل الله لنا ولكم نواميس وأمن وأمان، وكل الشكر والتقدير. الله يطول عمرك. تواصل معك أيضا أبو أحمد يمعه بن أحمد المنصوري، شو تقول في ختام هذه الفقرة، فقرة النواميس وأصحاب النواميس؟ والله النواميس حق جميع المشاركين اللي حضروا ولا محالف الحظ إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية. والناموس والله شوف ربعنا يشهد الله علينا، لعدي بمن شهرين أو من ثلاثة شهور أو من أربعة شهور. وبنشكر القائمين على البرنامج كامل، طبعا ما راح أتكلم أنا في القائمين عليه، لكن يكفي اسم أحسن. نعم، يكفي السنة هذه، يكفي السنة هذه الكتيب واضح. نعم كل شيء واضح. أبو أحمد، نعم، حزبة الإمارات بتشارك إن شاء الله في البيرك بإذن الله إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. آمين. أتمنى لكم التوفيق. عزبة مميزة. العرجاني، العرجاني فالح بن سعيد العرجاني، كلمة أخيرة. لكن قبل كلمة الأخيرة، العام شاركتوا في الخمسين أنتوا في جائزة الملك عبد العزيز. صحيح السلام. السنة بتشاركون إن شاء الله في الخمسين. إن شاء الله طبعا. أتمنى لكم التوفيق. وياك الله. كلمة أخيرة. عبد الله ما يبلى تصريح بس هني، حتى تصاريح للمهرجانات. نعم، لأن الحلال كله. هذا دور الإعلام، دعم من الخليج لهالي الحلال. تستاهلون. شو تقول كلمة أخيرة عبر برنامجنا؟ أقول الله يبيض وجهكم. وجهك أبيض. اللي قايم على المهرجان، واللي داعمين له، واللي معلم فيه، واللي محكمين فيه، بيض الله وجهكم كلكم. وجهك أبيض، بيض الله. نتمنى نشوفكم كل سنة إن شاء الله وكل حول. إن شاء الله بتشوفكم. وتحياتنا للأمير والعزبة المميزة هاي. إن شاء الله. المعولي. أرمس. أرمس. أنت اللي نبارك أرمس. الله حييك. ختام. شو تقول فيه؟ ختام والله أشكر قناة بينونة، وأشكر الظافرة كاملة، وأشكر حكام الإمارات، ونقول الله يعين اللجنة والحكام. الأيام. الله يعينهم ويجزاك الله خير. لجنة أكبر جهد صروها. بارك الله فيك. بالشرف. مرحبا. سلالة البكرة قبل ما نختم. سلالتها أبوها شاهين بن غميل وأمها بن صغع. يعلى ناموس دايم إن شاء الله. كلمة أخيرة. الكلمة الأخيرة طبعا الشكر لله طبعا، والحمد لله والشكر، ونشكر خصوصا اليوم نشكر الجمهور اللي يانا. يستاهلون الشكر. الحمد لله، هذا شكر لا بد. جمهور وطن يستاهلون الشكر. الحمد لله، وما يا من فرق. ومحبة الناس الحمد لله، الله ما جعلنا من محبينهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله يطول عمرك. وشكر خاص بالذات لسعادة فارس خلف. يستاهل. تشوفه بين الشبوك. يستاهل. تشوفه في كل مكان. يستاهل. أنتم تورطونا على الهواء. هو يأكد علينا ويطري إن لا أحد يشكر الشكر لمعازيبنا على هالدعم الذي قدمونا. هذا جبار. وهو جندي في خدمة هذا الوطن. لا هو جندي. يأكد علينا، لكن يستاهل الشكر هو وكل القائمين على المهرجان. نعم. بس هاي وسط الشبوك يكون وسط الشبوك تحصله داخل وبرع ويدور. الله يعطيه الصحة والعافية ويعطي كل من
جميع القائمين اللي هنا متواجدين في التنظيم للأمانة متواجدين في جميع الأماكن استاهلوا سواء كان مدير أو عضو أو منظم واجب عليهم واجب عليهم مهرجان عازمنا داعمينه فما يحتاج المساعد شو تختم كلمة أختمها ما ختم مسك أشكر القائمين على المهرجان بيض الله وجوههم والناموس يستاهل الناموس ولا معي الناموس ان شاء الله في الايام الجايه ولا حضور كل هذا حضورنا ناموس يا سلام فايز ولا ما فاز مره شوف كل ناموس هذا من كلمه الناموس انا اقول ناموس جمعتنا هني وايضا مشاهدينا اللحظات المميزه في اعلان النتائج نبغي نشوفها وبعد الفاصل بنرجع خلوا عيونكم على بينونه التلادي ذا لأبناء القبائل محلي بيت المحليات الأصائل والناموس يا حب خميس ماجد راشد شبيان منصوري بأربعة وتسعين درجة الشرايا إذاع لأبناء القبائل العام فئة المحليات الأصائل وقول ناموس وطن يبقى ناموسة وتثبت على ناموسة مع حميد سعيد السيد سعيد المحرمي بخمسة وتسعين درجة كل أبو خالد يلي قدم لضيفان السنة عشمها لم رجالنا واللي لفوا سلام يا الطفرة يا مكرم تلعب البلد بنشوف وين راح ناموس هذا الشوط بخمسة وتسعين درجة تلاد إذاع لأبناء القبائل المحلي في فئة المجاهيم والناموس المالك مزعلة حمد مساعد محمد المنصوري 95 درجة وحلها ودودها ولخيمها سلام سلام يا طبرة يا مر ربت البلبل تمام سلام يا طبرة ناموس شوط الإذاع شرايا لأبناء القبائل العام مفتوح شوط مجاهيم والناموس بالظفرة ناموس للظفرة مع محمد زايد خلبان المنصوري ب 98 درجة موقف يبي شد الحزام سوقوا على الظفرة يا ملاك الحلال ووردوا سوقوا عطايا الله ونصيحة توثقوا اليوم الزحام يوم العرب تشهد على اللي سرحوا ثم أخروا لي ما رخص ماله وجهده ما يعوضها الكلام يا ما عرب ماروا على كسب التحدي وخسروا سلام يا الطبرة سلام يا الطبرة سلام يا الطبرة يا مكرمت الابل بالاتمام سكت سكت على البطان والموقف يبي شد الحزام سوقوا على الطبرة يا ملاك لو وردوا سوقوا عطايا الله ونصيحة
متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة المميزة وآخر فقراتنا في برنامج ميلسنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من مهرجان الظفرة، فقرة التحليل والشعراء. نرحب بداية بضيفنا الدائم سعيد بن محمد بن ثانية المزروعي، مرحبا ومسهلا. مرحبا السلام، مرحبا الله أبو محمد، والنور والسرور أخواننا المحللين واخواننا الشعراء، نحييكم. الله يحييكم، الله يحييك ويبقى. ترحيب يتواصل ايضا اخوي عبد الله، طبعا انا ارحب ابو ثاني، ترحيب يتواصل بشاعر ونجم من شعراء المليون ونجم من شعراء الخليج حقيقة، يوسف العصيمي. يا مرحبا، ابقاك الله اخوي. مرحبا ابو عبد الله، عليك وعلى اخوي عبد الله وعلى كل الحاضرين في الاستديو. الله يمسيك بالرضا والطاعة، وعلى كل المشاهدين اللي يتابعونا طبعا. جزاك الله خير، مرحبا ومسهلا. ابقاك الله اخوي عبد الله، الله يبقيك. ترحيب متواصل ايضا مبارك بن مدغم الأكلبي، مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ابو، مرحبا ويطول مهاليك. مرحبا، نورت. الله يبقيكم، مرحبا ومسهلا، احد نجوم الشعر ايضا في الخليج. الله يطول عمرك. ارحب بالاضافه المميزه في هذه الفقره حقيقه، وموهبه صراحه، انا حقيقه مستانس بوجودك صالح. محمد الكربي، يا مرحبا ابو محمد. الله يرحب بك على فضله ومسي عليك وعلى الشعراء وعلى المحللين وعلى المشاهدين. ترحيب ايضا متواصل بموسوعه التراثيه مبارك مهلهل، الله يرحمه. الله يرحبك على فضله ومسي عليك وعلى اخواننا الحاضرين ومشاهدينا خلف الشاشات، ونقول الاخواننا اللي فازوا اليوم الناموس والله يفرحهم. مرحبا يا ابو سعيد، مرحبا مليار يا ابو سعيد. ترحيب يتواصل ايضا بشاعرنا ومحللنا ابو محمد بخيت خليل بن بخيت المزروع، يا مرحبا يا ابو محمد. مرحبا، ارحب عليك ابو صقر، ومرحبا للجميع، ومسي بالخير على مشاهدينا من خلف الشاشات. يلا يمسيك برضا ومرحبا ومسهلا يا ابو محمد. عبد الله، انت عودتنا في الفقره قبل ما نتكلم تطلب القصيده. اكيد تفتتحها بقصيده. اكيد، يوسف اليوم معانا احد نجوم شاعر المليون في النسخه الاولى. الله يطول عمرك، بصمه، عافاك الله. لا وصل النهايه، شاكر لك. نعم، يطول عمرك ويعافيكم. اولا انا سعيد بالاستضافه واشكركم على الاستضافه، ومسي على الاخوان مره اخرى. وحنا في هذا العام كل المهرجانات وكل الاحتفالات لها طعم مختلف وطعمها زايد عن ما كانت عليه، يعني يكفي انها في عام زايد وفي ذكرى مئويه زايد، الله يغفر له ويرحمه. في عام الخير، وفي عام الخير، عام زايد ان شاء الله 2018 قريب. الله يطول عمرك. من الخير، من عام الخير لعام زايد الخير. عام الخير هو عام زايد، زايد هو الخير. الله يطول عمرك. بدايه احب اني اشكر راعي الموروث الاول والابرز في الخليج وفي الوطن العربي، وراعي الأدب والشعر والثقافة وكل علم طيب، سمو الشيخ محمد بن زايد، ويقول يا أبو خالد عسى الله يطول عمرك والله يحفظك. ونشكر لك كل هالمجهودات الجبارة والعظيمة في خدمة الموروث وفي خدمة الأدب والثقافة، الرجل العظيم اللي اجتمعوا الناس كلهم على محبته، واللي يختار أنه يحكم الناس بأبسط طريقة وأنبل طريقة، أنه يقدم لهم ما يتمناه لنفسه. لذلك تشوف كل الناس مجتمعين على محبته. الله يحفظه ويطول عمره. اللهم امين. شو بتقول عبد ابو عبد الرزاق؟ يقول طال عمرك وعمر من يسمع. وعمرك. شمنا وشيمنا القصيد وشام. وعن النزول نفوسنا صيام. ما الله خلقها سلعة الا البيع اللي تحط لكل شيء اقيام. نصد عن كلمة سفيها القوم، ما هو من قلة شعر والهام، وقفاتنا تظهر بوقت الضيق، ما هي في تويتر وانستغرام. يا سلام. يا دارنا من لا نواكب خير، ما ينرحم لو هو من الأرحام، يحماك يا دولة هل التوحيد من شرفك برسالة الإسلام. أعزك الله بالحرم والبيت، وملوكك اللي للحرم خدام، ورجالك اللي محتمين حماك من عادك بيوت شعر وخيام. فيك وعليك الحكم لا لسعود، ولا نبايع غيرهم حكام، على العهد لملوك نوافين ما دامت الأرواح بالأجسام. ما ننخدع بمحرفين القول، ولا فتنا مرشد وحاخام، نعرف بنية وبو ثنتين، ونميز الباني من الهدام. وإذا تغشانا ظلام الليل، ما الله نضيع ركبنا ما دام ابو فهد دليله حاديه درع الخليج وسيف الصمصام. مليكنا اللي يكتب التاريخ، واسمه على صدر الملوك وسام، اسم وهو ما غير خمس حروف تزاحمت من تحتها الارقام، يثبت عروش ويزيل عروش ويدوس بقدامه على الالغام. وان جا النهار
اللي ما يثبت فيه غير الشجاع الصامل المقدام عن وقفة كبار الدول يغنيك مقام أبو خالد اليامن الله عن وقفة ولقى النهار اللي ما يثبت فيه غير الشجاع الصامل المقدام عن وقفة كبار الدول يغنيك مقام أبو خالد اليامن قام شيخ اليامن ثور البارود يركب صعايبها بدون الجام يوفي اليامن خان بوجهين ويثبت اليامن زلت الأقدام رفيع هام وهام من والوه رفيع وبلاده رفيعة هام أنعم بها دار تعز الضيف ورجالها والله وسبع أنعام ساعة وقفنا أنعم بها دار تعز الضيف ورجالها والله وسبع أنعام ساعة وقفنا والرصاص يثور والموت يعرض والعمار تسام خيولهم جاتك تخطف الريح وركابهم جاتك لها درهام وعلى كثر ما يسبرون الموت والموت يسبرهم وهم قدام تحفظوا وجه المنايا زين وزرة تقابلهم بدون الثام ولا انت يلي ما بريت القوس ولا رميت من السهام سهام غير الدسايس والغدر والبوق وش نجدتك لأهل اليمن والشام تلقفوك أهل الفتن وغراك وتجمعوا من حولك الأقزام جماعة الأخوان جند إبليس أيقونة الإرهاب والإجرام تسبح بحمدك صباح وليل وإذا بغيت الصدق ما تلام لقيت لها خبشن يكب فلوس 20 عام تبيعها الأوهام دولة هل العوجة عيال العوج تبي تقسمها 3 أقسام من ضيعة الدبرة وضعف الراي يومك تشاور عزمية أو عزام عاديت لكروس الدين الروس اللهم سلطهم على الظلام قد ردوا الحوثي وهو مدحور وافتكوا من المرشد الأهرام واللي يشد عضودك ويغويك لا حاموا في يوم الوغى ما حام عن دارك وعن دارهم بالسيف من الزحينة قبل 100 عام دار لنا فيها نفس جبريل ما عاد تدخلها بدون إحرام والحجة والعالم ولا حجيت ما اللهم لحقنا على كثر الله 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 أجرمت حسيدة الله ما فيك حيث مبدأ يا أبو عبد الرزاق كعادتك قبل ما ننتقل لمبارك بنتكلم عن أشواط أمس أشواط مميزة اللي هي أشواط عفوا أشواط اليوم اللي هي أشواط الإذاع أبو محمد والله اليوم أخوي عبد الله أشواط الإذاع كان قريب من ما توقعناه أمس نعم. مثل ما قلت لك أمس أشواط الإذاع فيهن ما شاء الله السن اللي ظاهر وبقوة الزين اللي توقعناه جاء في المقدمة الناموس لكل واحد فاز استضفتوهم الحين الإخوان ما شاء الله وكل واحد يعني باكرته أزين من الثانية يستاهلون الناموس يستاهلون حول على أبو محمد على شاس توقيت اليوم حلقة طبعا نذكركم مشاهدينا الساعة 10 إن شاء الله عبر قناتكم قناة بينونة بيكون انطلاق حلقة من حلقات شاعر مليون في جولة دولة الكويت وبنتابعها مع بعض لذلك نبغي نوصل على الترشيحات بسرعة شو تقول في أشواط اليوم أبو محمد أشواط اليوم أشواط اليوم 4 أشواط الإذاع نعم وكان زحمة قوية في الحلال وزين قوي نعم. وفازوا اللي فازوا والنوم مثلهم جميع استاهلون. وتميزوا بالحلال الطيب يستاهلون بو سعيد يا لبيك أشواط اليوم أشواط اليوم, أشواط اليوم طول عمرك كله على الوزن الثقيل وكله طول عمرك الهنا إنجازات فايته منه ومن عدن فاريد لين ذا الحين ونقول لهم يا رب يوفقهم اللي فازوا اليوم ويستاهلون الناموس اللهم الله, الله يرحم طول عمرك بسعيد ابو محمد اليوم ما زيد على اخوياي اللي قدامي اليوم منافس قوي وتوقعاتنا صابت اكثر توقعات يعني اقول لك 95% اللي توقع راح يفوز مبدعين نعم مبدعين صراحه يستاهلون بيض الله وجهه قبل ما ننتقل لمبارك بنذكر مشاهدينا بالنتائج خليل بن بخيت 3 نقاط من 5 مبارك 3 نقاط من 5 ابو محمد نقطه من 4 صالح نقطتين من 4 طيب نشوفناهم طبعا على الشاشه نعم تشوفون على الشاشه خليل بن بخيت 9 نقاط مبارك بمهلها 10 نقاط
وخليل مع انه يطالب في نقطه، لكن بكره ان شاء الله بناقش هذه النقطه ان شاء الله. ننتقل هذه طبعا للمجاهيم. نعم صالح 11 نقطه، سعيد 6 نقاط. بس الكشوفات بيعدلون ان شاء الله تعديل، لان البارح رشحنا بكار في الكشوفات مبدله من اشواط في اشواط. لا ان شاء الله انه بيترتب، بس هو كان ضغط عليهم تسجيل. ابو محمد معك يا ابو مدغم مبارك. مرحبا ابو صقر. قصيده. قبل القصيده الله يعز حكامنا ولا يعز عليهم ويذل عدواننا ويدحرهم. امين ان شاء الله. اللي خلونا نجي الامارات كني في السعوديه. والامارات في دار واحد والمصير واحد مثل ما قال الشيخ زايد. يقول يا اهل الامارات فيكم وش نعد ونقول؟ يا اهل الامارات فيكم وش نعد ونقول؟ يا مدلهين الخوي ومتيهين الطياح. جيراننا اللي على منهج وصات الرسول، للجار منصة وللعدوان موتنا اذحاح. يا بهجة المنتخي في يوم قرع الطبول، في يوم عجر رمك وسهاب زرق الرماح. سلام. يوم انت خابو فهد في فجر صبح يهول، وقف ولد زايد الزيزوم، ولد زايد الطحطوح شامخ مطاح، قال احتزم بي وانا محمد زبون الفعول، ماني زبون المهايط والحكية والصياح. الصامل اللي ليا منه تكلم يطول القالط اللي يزيح عروش ولا يزاح. سلام. القالط يوم انت خابو فهد في فجر صبح يهول، وقف ولد زايد الطحطوح شامخ مطاح، قال احتزم بي وانا محمد زبون الفعول، ماني زبون المهايط والحكي والصياح. الصامل اللي ليا منه تكلم يطول القالط اللي يزيح عروش ولا يزاح. يجعل يفدونها اضعاف النفوس الهتول، اهل الوجيه الكريهه واليدين الشحاح، اللي مثل قوله من شعره يحير عقول. عشيري اللي قضى نحبه وقفى وراح، عيون راعي الردى مهما تفانيت حول، تشوف بنيك خراب وهدم غيرك صلاح. خليه يذوق العنا ما عاد نبغي حلول، من عقب ما بان وجه الغدر والخبث فاح، لو يحتزم في ايران وتركيا والمغول، لو نبي طرحته جيناه وبلا سلاح. سلام يا كوكب الامجاد منص الزحول، يا مورد الضام يا قرهود عدنا قراح. يا نسل زايد محمد لا تقلن الحمول، من غير متنك يشل حمولها بارتياح، لك سمعة انفجت الأوطان عرض وطول، طلتك في كل عليا مثل شمس الصباح. الله عطاك المحبة والغلاء والقبول في صدور خلقه، ونجمك في اسم المجد لاح، لو زالوا الناس مجدك دائما ما يزول. يا منبع الطيب يا رمز الكرم والسماح، يا اللي لا خليت مزاهب كل راعي ذلول، جاتك منك صد يا وبركت في المرح. الله 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 عبد الله عقب القصيده. نعم طيبه صح الله يسامحك سيدي. على الترشيحات بننتقل على اشواط غدا ان شاء الله، اشواط مميزه. مياهين بو محمد في شوط الرئيسي ثنايا شرايا لابناء القبائل مياهين عام في حلقه اليوم، بس بنطلب يا ابو ثاني انتم واخوانكم مرشحين ترشيح واحد اللي فيه الشيخ وهاي. نعم. اعطني بس فرصه اتكلم لان هذا مش اي شوط. تفضل. طبعا نتمنى لهم التوفيق بكره، لا المشاركين ولا اللجنه. بكره شوط ناري وفوق ناري. بكره الشوط هذا معركه مو بشوط. اكيد. التنافس فيه قوي، واللي يميز ويحلي هذا الشوط ان فيه اثنتين ندر، وفوق الثنتين ندر فيه ناس تحاول تقتحم اسوار هالندر الثنتين. نعم. يحاولون العام يتناقض الدواسر، رغم انها تقدر تفوز في اي شوط ثاني، لكن قال بدخل خلات المعركه. نعم زين. والسنه في بكره حق ريال العام جاي ثاني وعليها خله، بكره محمد صالح بن مجرن العامري. محمد صالح بن مجرن اي نعم، رقم 17 هيافه. هيافه هذه بعد السنه داخل المعركه. نعم حبيت الكلمه مثل ما اقول لك، هذا تحدي. شوط ناري، شوط ناري على الملاك، شوط ناري على الحكام المحكمين، شوط ناري على المحللين. نعم زين. الجماهير اي، والجماهير اليوم الجماهير دخلت من الشبوك، يعني تقول رايحين المنصه مش رايحين دخول.
علشان يشوفون الحلال المشارك. علشان يشوفون الحلال. العام نتائج الشيخة والعشوة كانت متقاربة. زين السنة العشوة عرفوا النقاط اللي كانت مخاتنا عدلوا فيها، والسنة ترشيحي أنا على العشوة. إذا ترشيح راح العشوة، راح مع العشوة. معلش محمد اعذروني بس الحلقة هذه، لأن عندنا احنا دائما نمد يعني بحلقات، لكن عندنا ارتباط مع شاعر المليون، حلقة مميزة. أنا الشوط هذا يطول العمر متنازل عن نقطة، يعني من قوة الحلال اللي من قوة الحلال أنا متنازل عن نقطة. ما يصير، ما أقدر أرشح. لازم ترشح الشوط هذا ناري، ما أقدر. فقرة عبد الله حطه لازم ترشحه، كان شرط أنه لازم ترشح. أنا متنازل عن النقطة في الشوط هذا، ما يصير تنازل. الأشواط الثانية لا أبو محمد، هذا الشرط من قوة الحلال. ما توقعات صالح، هذا شرطك عبد الله. والله التوقعات بين العشوة والشيخة صعبة. أنا أي لأن اللجنة فيها رجال اختلف، لو يختلفون ثلاثة أيام أربع أيام يمكن يستوي تغيير في الرقم. نعم، واللجنة فيها الحين واحد دخل على اللجنة جديد، يمكن تتغير الموازين، لأن الحلال هذا مصطك من عاده من فريد، لأن ذا الحين قده ثنايا والتوقعات صعبة. إذا من اليوم مساير في البرنامج يجوز لكم محللين أنكم تنازلون عن الترشيح. نعم، نعتمد على اللي نقطة. لا لحظة، يتنازل هو هم يتكلمون. لا يتنازل عن هذا الشوط. نعم يتنازل عن النقطة. نعم خصوصية. نعم خصوصية ما أحتاج. تحول لشوط الشوط الرئيسي ثنايا لأبناء القضاء العام. الرئيسي ثنايا أروح مع الوافية لصالح سالم صالح العامري. نعم الوافي صالح بن سالم بن صالح الكربي. صالح ابو محمد التلاد. نعم، نعم. في شوط التلاد. شوط التلاد يطول العمر اروح مع الوافيه بكره صالح بن سالم مقيفر. متفقين. اذا متفقين انتوا الاثنين. نعم صالح بن سالم شوط التلاد ثنايا اللي فيه 18. الشوط التلاد الثنايا لابناء القبائل المحلي محلي مشعوف. اروح مع رقم 17 مهيبه لاحمد سالم العوف العامري. 17 مهيبه لاحمد صالح. وفيه بكره مزعله بكرة محمد بن سالم بن عبيد. يعني هي تروح معاه؟ لا، وفيه مشعوفة بكرة بن قران، هذا لما يستهان بهن. ومزعله العام كانت قوية والسنة دخلت مهيبة دخلت قوية. أنا في تنافس بينهن بروح مع مهيبة. مهيبة متفقين صالح يعني؟ مهيبة. نعم الشوط اللي بعده الشرايا. شوط الشرايا لأبناء القضاء العام. الشيخ أول اسم أروح مع الزعيمة السعد بن سعيد بن ناصر آل دلهم. الزعيمة سعد بن سعيد بن ناصر صالح. أروح مع الوافية. الوافية الناصر بن محمد بن سويد المنصور. نعم رقم ثمانية. الوافية رقم ثمانية. ثلاث ثنايا. الشوط ثلاث الثنايا. محلي. المحلي. محلي خلصنا. خلصوا ايه. نعم. خلاص. لا اللي في. عفوا لا هذا المحليات. خلصنا. ننتقل البو سعيد. بو سعيد شوط الثلاث الثنايا لأبناء قبائل المحلي. الثلاث وراء عند ضو. ضو. ضو المملوكة لناصر غانم ناصر المنصوري. خليل. ضو. ضو. يتفقون على هذا الشوط. الشوط اللي بعده الشوط الرئيسي تلاد ثنايا لأبناء القبائل العام. أول اسم العنود 10 مطاعم الصباحي. ها اي نعم عنود أسيل هملولة طرفة الوثبة سمحة. الشوط الرئيسي الرئيسي بارو عند 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 شرط. عند شرط الصباحي. لا تلاد تلاد لا تلاد تلاد بارو عند أسيل. أسيل اي نعم. حمدان عبد الله عيد صياح المنصوري. حمدان بن عبد الله بن صياح بن عيد المنصوري. ويروح عند أسيل وعليها ومع الغزيل بعد ما تستان بها. الغزيل ما تستان بس تروح مع أسيل. أسيل نعم. خليل الشرايا العام محليات. رمز الخليج أول اسم فيها. رمز الخليج ذخيرة تشريف العام. بروح عند تشريف. تشريف ثالث. يروح مع تشريف المملوك لسالم بن ناصر بن صقر المنصوري محمد. وين اروح مع تشريف؟ تشريف يعني. اليوم النتائج متقاربه للحلال ثابت كله في الاشواط اللي قبل يعني السنين اللي فاتت. الشرايا العام. الشرايا العام بروح عند شرط. شرط يروح مع شرط. شرط 15 15 ويملكه صقر ناصر سالم منصوري. وانت معاه؟ نعم شرط. متفقين اليوم ما شاء الله انتم الاثنين. شرايا ثنايا عام لابناء القبائل العام. طيب شوط الشيوخ كله قريب على بعضها. شوط الشيوخ. نعم شوط الشيوخ. الشيوخ باره عند اليمشى. اليمشى. اليمشى ثاني يروح مع اليمشى المملوك للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. انا بروح مع ميسم زايد بن خليفه. ميسم نعم المملوكه زايد بن خليفه. زايد بن خليفه يروح مع ميسم خليل. ابو سعيد يروح مع اليمشى وخليل يروح معه. اليمشى يملك اسمه الشيخ هزاع بن سلطان النهيان ووكيله طبعا عبد العزيز محمد القحطاني. والله يوفقكم جميعا. انتهينا من فقره الترشيحات. الله يوفقهم ان شاء الله. بنختم
ب قصيدة ابو ظبي. نعم قصيدة مميزة في ابو ظبي اكيد، وعاصمة الحبيبة تستاهل، عاصمة العز والفخر. يقول طال عمرك وعمر من يسمع، يحسبون الشعر ليل وطرب وانغام، وهو مثل البحر ما يرخص بلوله، صعيب وأصعب من مطارد الأوهام، يشوفه سهل من لا جرب يقوله. كريم ومن يحشمون الكريم أكرام، يصد ما لقى التقدير مرسولة، مثل حال البدو مرت عليه أيام، لغيمه ينطر ولا سالت سيولة، بعد ممحل ورقه وجفت الأقلام، وقامت تدفن بوديانه سهولة، طول بيده وعقب من وراها الشام، يبيله وجهة ما هي بمجهولة، إلى بنت البحر والرمل والأنسام، ركب زمل القصيد ونوخ حموله، بلاد من يهيمبها فلا يلام، يموت وسحرها ما زال مفعولة، عروس وفي القصايد تبعث الإلهام، بدت والعالم من الحسن مذهولة، بوجه من ضياه تقول قطعة خام، خيوطه من شعاع الشمس مغزولة، هقاويها الكبار تشابه الأعلام، على غير السما ما هي بمجبولة، يا كم من واهم عايش على الأوهام، وعزمه من هزم ويديه مغلولة، وابو ظبي الطموح يزفها قدام، تمد كفوفها للنجم والطولة، وسوات عيال زايد ما دنقهام، عن هروج الحسد بالفعل مشغولة، مجمعت الشمل والصالة الأرحام، عمر ما فرقت ذولاك من ذولة، رسالتها السلام ودينها الإسلام، وجنتها على الشيطان مقفولة، وثراها عرض حرة ما هو بينسام، عزيز وطرفها من يقدر ينوله، وهي حتى الحصى فيها يصير الغام، قبل للمعتدي يطاه برجوله، الله. تنام عيونها نوم الطفل ما دام، لها دون الحدود سيوف مسلولة، بحكم اللي حموها 700 عام، زحازيح الوغى لا عدة وزحولة، شيوخ يركبون بلا سرج والجام، ليقام المعادي يسرج خيوله، بحكم اللي حموها 700 عام، زحازيح الوغى لا عدة وزحولة، شيوخ يركبون بلا سرج والجام، ليقام المعادي يسرج خيوله، مذاخير الفلاحي مقدم الحكام، رئيس الدولة ابن موحد الدولة، أبو سلطان أبو الخيرات والأنعام، زعيم يجمع قلوب الشعب حوله، زعيم في عهده الزاهر البسام، مصاريف المواطن عشر مدخولة، لطم وجه الخطوب بصار من صمصام، على رؤوس العدالة صولة أو جولة، أخوه اللي يقعد خصمه الياقام، وإذا اشتد الرمي يقف على طوله، أبو خالد إحزام اللي بدون إحزام، جعل ما تعدم ديار العرب زولة، طبعه وطبع زايد بصمة وبهام، يطابق نهج ابوه ويفعل فعوله، تحت بشته دخيل الوجه ما ينظام، وبعقاله يا قبليس معقوله. الله مبارك. ختام عند مبارك، انا اشكر محللينا واشكر ضيوفنا، مشكورين ابو ثاني وابو سعيد خليل ومحمد، واعذرونا اليوم اللي مرتبطين في حلقه، والختام ان شاء الله ختام عندك يا ابو عرب من مبارك، بنختم الحلقه، تفضل يا مبارك. يقول حسبي الله على الفرقة وبعض الوجيه، إيه؟ اللي لا هم بعدوان ولا بصدقة، أحداهم ليا منه زهم نحتميه، وانزهمناه عن وجه اللزوم التقى، كان لي راس مال ما يولى سفيه، حافظ حفظ من في راس ماله شقى، غرروا به وصدوا بالعفيف النزيه، أهسود النوايا مدعينا النقى، علموه إن حداه الوقت واخلى يديه، يزبن اللي يحط المعجمات اطققه، ويترك اللي ليطاب الدهر طاب فيه، في السعه يلقى والضيق ما يلقى، ما يلقى. ادري انه يبيني مثل ماني ببيه، لكن الحظ عيه والظروف امحقه، اه من حزني اللي منه ما ادري عليه، من جروح الوداع وذكرياته اللقى، والله ان ودي اخسر كل حاجه واجيه، مير عيه حظوظ الوصل فيها اتهقى، كان في الصدر ضو اللي جالا من ذويه، شاع من نار ضوه فوق راسه اشهقى، بين حزنه وخوفه من قضى مكتفيها، بصلف الهبوب وكمل اللي بقى. سلامتك. جزاك الله خير. بيض الله وجهك يا مبارك، ومرحبا ومسهلا بكم مره ثانيه. ونشكر ايضا عبد يوسف بن عبد الرزاق العصيمي العتيبي، بيض الله وجهك. صح الله لسينكم. نعم، انا
في ختام نعم. انا اشكرك بعد يا عبد الله، تابعوا التغطيه المميزه لشاعر المليون بعد قليل، بعد قليل تابعوها. نحن في ختام الحلقه نقول شكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا لمحللينا، شكرا لشعرائنا، شكرا لكم مشاهدينا. نذكركم ان حلقه شاعر المليون بتشوفونها خلال دقائق، بتكون عن جوله شاعر المليون وجوله الكويت. تابعوها وتابعوا قناتكم دائما، قناه الموروث الاصول بينونه. في امان الله، نلتقي بكم مرحبا ان شاء الله.